قول لي كلمني عن ماتش الاهلي وبيراميدز. طبعا في الاول ان انا فخور ان انا موجود معاكم في قناه نادينا العظيم، طبعا قناه النادي الاهلي. وطبعا هبدا زي ما حضرتك قلتي، مباراه بيراميدز الحقيقه كانت مباراه كبيره جدا، خاصه ان الاهلي الفتره اللي فاتت كان في ازمات سواء في الملعب اللي كان بيلعب فيه، سواء استاد السلام او حتى كتشكيل داخل الملعب. ولكن شفنا الاهلي رجع في مباراه بيراميدز 3 اهداف امام فريق كبير بحجم فريق بيراميدز بالسكواد اللي معاه. الحقيقه كنا مفتقدين المنظر الجميل حقيقي الفتره اللي فاتت، ولكن قدر النادي الاهلي يخلص المباراه زي ما هو عايز. 3 نقط كانوا مهمين جدا، شفنا اداء، شفنا نتيجه، شفنا روح كمان واصرار وعزيمه من كل اللاعبين المتواجدين في الملعب. برغم إصابة كريم فؤاد حتى في خروجه، طبعا بنتمنى له طبعا كل الشفاء بعد إصابة أكرم توفيق، ولكن الأهلي خد اللي هو عايزه من المباراة، مباراة جيدة، مباراة مهمة، وأهم حاجة إن الأهلي طلع بالـ3 نقط في الآخر. بالظبط، مظبوط.